رجال الرجل ولا تروحي فجرة ابن تيمية وفي فجرة روحي كذا. لا الرجل بعيد عنك يا أخي احترم، أنت غير تقول احترم احترم الآخرين يا أخي. قلت له واحد أحد الأخوة أيضا، أنا وياه يشتغلون حوالي 200 من الأخوة السنة تقريبا حوالي 150 من السلفية. أعرفه طبعا القصة، قلت له خطير أنت القصة. قلت لي سألني هو، قال لك أنا سألت العراقيين، قلت لهم كلهم سألتهم، قلت لهم ليش قلتوا يا حسين؟ يا علي يا فاطمة يا حسن. قلت له قال يا أخي ما حد جاوبني. قلت له أنا أقول لك يا وزن محمد، قلت له يا أخ محمد هل بإمكانك أن تحرك السيارة من هذا المكان إلى ذلك المكان؟ قال لي قلت له أنا عملتك الآن